هل سفرك الدائم إلى أوروبا وإلى الجمهور الغربي هروب من الجمهور المصري؟ وليه ما بقاش طموح؟ وليه ما بقاش جغرافيا جديدة؟ أنا لما بسافر أوروبا ما بغنيش لكباري أوروبي زي ما كتير بيغنوا في كباري أوروبي، أنا بروح أغني لجمهور أوروبي حقيقي. فين بتغني فين؟ في ألمانيا، في النمسا، هولندا، إيطاليا، سويسرا، وربنا يزيد يعني. بيستقبلوك الناس ازاي؟ جميل، الناس هناك أصلاً الميزة الحلوة اللي أنا يعني أنا نفسي أشوفها وكانت موجودة في مصر بقوة، يعني في تعدد في الأذواق. بعد يعني ممكن هو يسمع كل الأذواق وينتقل لنفسه ذوق خاص. بعد كده في نوع من الثقافة الغنائية، إن أنا أشوف مغني جاي من مصر، مغني جاي من البرازيل، مغني جاي من غانا، من نيجيريا، إيه اللي يمنع؟ أنا يعني بزود ثقافتي وبقدم فن بلدي بشكل كمان. أصل في فرق كبير بين إن أنا أعجب أغنية وأقول للي بيغنيها الله حلو. شوف مستوى زاوية البصة، وفي فرق أكبر لما أنا أقول لك الله فوق. أنا ما يعني مش هروح أوروبا عشان يتقال لي الله، لأن عمري ما كنت أنتيكة، هروح عشان يتقال لي كده بأي حجم كان، حتى لو كان حجم بثلاث أربع أشخاص. أنت تلعب على وتر النوبة، ما زلت موسيقى تأتي من الجنوب بالطعم الأفريقي، حاسس إن دي نكهة غير متوفرة للمجتمع الغربي فتريد أن تروج لها. المجتمع الغربي أحياناً عشان ما بقاش ظالم في اتهامي، إذا كان في فن عربي فهو دائماً متحيز أو بيحب الفن العربي اللي ليه مذاق أفريقي. باعتبار أنا من مدينة أسوان، أثرت في لهجتي، في طريقتي للغنى، في استقطابي للتراث الأولاني ده، فأنا بعتبر مفتاح للدخول المصري الأفريقي مش الدخول المصري الشرقي التركي. فاسمح لي إذا جاز التعبير ده، فأنا بعتبر نفسي مغني مصري أفريقي، أفريقي في أحاسيسه، في أرتامه، في الغنى، لأن معظم شغلي ما هوش واحدة ونص المقسوم بتاعنا، في أرتام متعددة، وده اللي لازم يحصل يعني. أهم ما يميز الموسيقى النوبية إيه؟ يمكن السلم الخماسي، سلم هوش، تحس كده إنه سلم نوبي، شكله كده أفريقي كده هو. ده الميزة، الإيقاع. إيقاع في تعدد في الإيقاع، في إيقاعات ملهاش حصر ولا عدد. ده انا غلبان، انا مش قادر الم ايقاعين ثلاثه وبتمنظر بيهم، يعني ده في حاجات هايله.